قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لم يقل أذنبوا، ولم يقل فعلوا مرة كبيرة، أسرفوا على أنفسهم في الذنوب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن انتبه لما بعدها: وأنيبوا إلى ربكم. ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، مهما فعلت، مهما ارتكبت من آثام، المهم أن تعود إلى ربك سبحانه وتعالى، فإن عدت إليه قبلك وغفر لك وتاب عليك وقربك منه سبحانه وتعالى. أي رحمة هذه؟ لماذا تبتعد عن الله سبحانه وتعالى؟ أنت إلى ربك راجع لا محالة، شئت أم أبيت. أفترجع إلى ربك وقد نقيت نفسك من الذنوب والأخطاء، أم ترجع إلى ربك وأنت مثقل بذنوبك؟ ولن يجد الواحد منا فرصة أعظم ولا أكبر من هذه الأيام ليبدأ فيها صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. المقولة المشهورة أن شهر رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، هذه مقولة خاطئة. بل شهر رمضان كله رحمة، وكله مغفرة، وكله عتق من النار من أول ليلة فيه. في هذه الأيام نسمع عن فلان مات، ما أدرك نهاية رمضان، ما أدرك منه إلا ليلة أو ليلتين، هذا أجله. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله لو قضى الله عز وجل أجلك لأتاك أينما كنت وعلى أي حال كنت، بصحة كنت أو مريض، في شغلك أو في فراغك، في يقظتك أو في نومك، على أي حال أينما تكون يدرككم الموت، فأنت لا تدري. وعندك فرصة في هذا الشهر الفضيل لله في كل ليلة عتقاء من النار. وما من شهر أحرى أن يغفر الله عز وجل فيه لعبد من شهر رمضان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. فهذه فرصة لتبدأ من الآن، عندك ما عندك من الذنوب، هذا بينك وبين الله، وأقول لك أن الله عز وجل يقبلك مهما فعلت. لو ارتكبت الكفر الصراح ثم تبت إلى الله عز وجل تاب عليك. بالله عليكم تأملوا، لماذا جعل الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها، إلى ضعف 700، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وجعل السيئة واحدة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فكر في ذلك. الله عز وجل يعينك على الرجوع إليه، يعينك على النجاة من النار، يعينك على دخول الجنة، فاقبل إعانة ربك. هذه الأيام رحمة من الله عز وجل. أنا حزين والله، حزين فعلا، لما تمشي بالليل في الشارع وترى أحوال الناس والله تحزن. أهذا هو التعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرضوا لنفحات رحمة ربكم. أهذا هو التعرض؟ نزداد في مبارزة الله عز وجل بالذنوب والمعاصي في هذه الأيام المباركة، في شهر القرآن، في شهر العتق من النيران، نزداد تجرع على الله سبحانه وتعالى؟ كيف يعقل هذا؟ فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل.
وبدء صفحة جديدة معه سبحانه وتعالى. ووالله ما اقترب أحد من الله عز وجل إلا وسعد، إلا ونال خيري الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أنت ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد المال؟ تريد الزوجة الصالحة؟ تريد الأولاد؟ تريد السعادة؟ تريد الطمأنينة؟ تريد السكينة؟ كل بيد الله سبحانه وتعالى. تريد أن تنجو في الآخرة؟ هذا أيضا بيد الله سبحانه وتعالى. فأين تذهبون؟ ففروا إلى الله، من خاف شيئا فر منه إلا الله سبحانه وتعالى. من خاف الله فر إليه، لأنك راجع إليه لا محالة. فهذه وصية، أن نستغل هذه الأيام لنبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. والله أعظم فرصة، وقد لا تأتيك بعد ذلك، أقسم بالله. كم من أناس كانوا معنا يخالطوننا، أمسوا الآن تحت التراب. فهذا الرجل أخر توبته، فلما حضره الأجل خشي لقاء ربه. وسبحان الله، لو لم يكن في البعد عن الله سبحانه وتعالى إلا هذا الشعور بالخوف من لقائه لكفى به ضنكا وكفى به حزنا. البعيد عن الله سبحانه وتعالى قلق، إذا ذكر الموت خاف، إذا وضع رأسه على وسادته لينام وتذكر تقصيره وتذكر الموت قد يطير النوم من عينيه، يخشى أن يلقى الله عز وجل على هذه الحالة.